عمن
عملي عما كان قياما صحيحا رضى الله سبحانه وتعالى هذه قام قوما حافظ على قوم فإذا بهؤلاء الشياطين لا يقدرون له على شيء إذا هنا لما الإنسان يدخل مزيد برمضان وفتنة ابن الشرق يبدأ له معاصي ومكتبة هؤلاء شياطينهم معه هم شياطين الإنس أنفسهم فيها الشرور لم يحدث الله سبحانه وتبارك على عليهم الشياطين وفاتع لهم الله سبحانه يصفد معرض عتاد الشياطين يكتفهم في هذا الشهر ولكن أدرس منظور وهنا صفدوا منع سلسلهم بالثلاثة فمنع كثير من شرهم يبقى المعاصي في رمضان أقل من المعاصي في غير رمضان الإنسان المطيع لله سبحانه تبارك وتعالى يبقى الشيطان محدود عن عنه فكلما أراد أو هم بشيء تذكر أنا صائم فربنا سبحانه وتعالى يحرم عنه الشيطان فإذا به لا ارتدى من نفسه ولا يقع في المعصية أيضا هو الذي في الله أخيرا في الحديث إن شهر تفتح فيه أبواب السماء في رواية تفتح فيه أبواب الرحمة وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة هنا لينة لينة وذكرها للمؤمنين تعالوا إلى هذه الجنة والمؤمن لا يرى ولكنه يصدق فكأنه يرى ويعيش في هذه الجنة الجنة مفتحت من الرواية مذكرها للمؤمنين النار مأكلة وغلق فيه أبواب الجحيم قال وتغلق في مرارة الشياطين في رواية قال فتحت أبواب الجنة فلم يغلق من هذا أبوابها الثمانية النار أغلقت أبواب النار سبعة أبوابها فلم يفتح من هذا قلنا على إنه شهر التوبة شهر الرحمة شهر صوموا شهر عبدكم يقول لنا هنا ونادى منادي يا باغي الخير أخي يا طالب الخير العلم الخير أرجالك الخير لك البركة في هذا الشهر يا باغي الخير أخي ونادى منادي يا باغي الشر أقسم طالب الشر كن قد منعنا عنك الشياطين فتبقاش أنت هذا الشيء قال ذلك إلا إليك كل ليلة شهر رمضان أعطى المعظم سبحانه وتعالى عليه ويغفر له ويستجيب دعواته ويعطف أناسا قد استجابت واستحق النار يعطفهم من النار قال وذلك كل ليلة برضه يروى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر الكبير لله فيه ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر وهي الكلام في فضلها ولا يتم أن لما نتذكر هذه المعصرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وكرم وقلنا أن نحن عشنا لغاية ما دخل علينا شهر رمضان هذا كرم عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى وكان هناك انتظار قبل رمضان بيوم أو بأيام فلم يضيق هذه الفضيلة العظيمة كان الصحابة والسلف الصالح من الله تبارك وتعالى عليهم يدعو ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل أدنى رمضان بشهور اللهم غير رمضان اللهم غير رمضان خيثين أن يموتوا أدنى رمضان ورمضان في ليلة بثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين منها عيشة العمر واللي عاد هذا العمر حياة مثل خير قد إيه فربنا لمن على هذه الأمة فأعطاهم ليلة واحدة في هذا الشهر بالعمر كله ليلة القدر خير من ألف شهر فإذا صمت رمضان 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 وضدت في هذه الليلة وقمت فيها يتأذبت على عمرك كان عمرك إذا تعيش في الدنيا 60 سنة حط 83 سنة للأسف أدركتها 20 سنة أدركت 20 يبقى تعيش 1000 سنة مثلا في هذه الدنيا كأنك عايش في هذه السنين الطويلة لا مش عيشة بس لو حياتك أنت شوف عمرك لما تيجي تنام لا نص العمر كده أو أقل شوية نوم ما أضيف النوم التمثل من عمرك هتلاقي في الأعمل غيره فتجد هي سر عمرك إنه ما أضيف العبادة لكن ليس الأدب ألف شهر عبادة عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى بل خير من ألف شهر يعني أخير وأفضل من ألف شهر إذا الإيمان العظيمة تستوجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه تبارك وتعالى إنه أحياء في هذا الشهر العظيم وبالأمة الفرقش بقى في يوم ولا في ساعة بل ولا في دقيقة من هذا الشهر ما تضيعش عمرك في الكلام الفارغ ما تضيعش عمرك في اللهو واللعب وخاصة هذا الشهر العظيم اللي مفترض علينا ننزل فيه إلينا ونستنى كل دقيقة نعمل فيها عمل من الأعمال اللي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى
نضل بوقتنا اللي احنا نضيعه في اشياء لا ثواب فيها فضلا عن المعاصي نسال الله عز وجل ان يعلمنا على ذلك وشكرا لحسن ذلك. اقول قولي هذا.